ادخل. مساء الخير. اهلا اهلا. ازيك يا صلاح بيه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ صديق؟ ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا. ازيك يا نسا حرية؟ اهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ اتفضلوا. شكلها صغير بس مكتبك كبير، لازم شاطرة. ميرسي يا حاجة. اتفضل اتفضل. هو انت حقوق اسكندرية؟ اه. دفعة كام؟ ليه السؤال؟ يعني بشبه عليك. هو بالنسبة للعقود يا متر جاهزة؟ ايوه طبعا يا استاذ صلاح، بس للأسف بقى فيش حد في المكتب علشان يجيب لكم حاجة تشربوها، وده بناء على طلبك. مش كده أفضل؟ داري على شمعتك تقيد ولا ايه يا أنسة حرية؟ اللي تشوفه يا صلاح بيه. ادي كشف تحديد المساحة والعقد المسجل اللي أنا شاري بيه. ها فلوسكو جاهزة؟ 500,000 جنيه والباقي عند التسجيل. اديهم انت بايديك الحلوة بقى يا أستاذة. شكله بيبصبص لعزة. بقول ايه يا أستاذة، مش نمضي العقود بقى؟ صحيح، ضربة مرزبة ولا ميت ضربة شاكوش. مبروك اول فلوس ترجع لك يا برينس. انا شاطرة مش كده؟ لسه المشوار طويل يا عزة، ما رجعناش اكتر من ربع فلوسنا. طب ايه؟ ايه؟ مش هتدي لكل واحد نفحة عشان نعرف نكمل المشوار؟ ادي كل واحد ايه؟ نفحة. كل واحد خد نفحته في الاول يا اخويا ولا نسيت؟ الفلوس دي بقى ما حدش يبصلي فيها، هجيب بيها الارض وابني البنزينة. نعم، ده طبعا نزلت الواد ولا سألته، ده كفاية يعني اللي اتدب فيها رصاصة. خلاص، نعتبر اللي خدتيه عربون، والباقي لما نكمل المشوار ونرجع الفلوس. نرجع يا سعيد، كفاية عزة لحد كده. بيتهيألي ان احنا لسه هنحتاجها يا عماد. مبروك، احنا بقينا عصابة. الصراحة انا مش عارفة ليه جيت قابلتك. بس انا عارف، عشان انتي معجبة بيا. ايه غرور ده؟ ده مش غرور، دي ثقة في النفس. طول عمري كل البنات بتوقع فيا. انا كده هقلق منك، انت عايز تخوفني ولا ايه؟ كل البنات بتوقع فيا اه، بس انا ما بقعش في حد. يا راجل انتي عايزة الصراحة؟ ايوه طبعا الصراحه، ما فيش احسن منها. انا ماليش حظ مع البنات، طول عمري كان نفسي احب واتحب ويبقى لي المزه بتاعتي زي بقيه الشباب، بس كل واحده كانت بتعرف ظروفي كانت بتحط ديلها في اسنانها وتجري. بس انت ظروفك كويسه اليومين دول. بس قبل كده كنا في الحضيض. حضيض ايه؟ كنا اندر جراوند. مش غريبه قوي انك تقولي الكلام ده من اول مره؟ بصراحه يعني انا كنت داخل اثبت وارسم وكده، بس غيرت رايي مش عارف ليه. امال الفلوس اللي عندك دي كلها منين؟ دي يا ست فلوس اخويا حماده اللي كنا بنشتري له الارض. ساعات بحلم انه هيرجع وياخد كل حاجه وانا ارجع زي الاول. انا بقول لك كده ليه؟ شكلي كده ارتحت لك. انا كمان ارتحت لك. بجد؟ اه. استغرب ليه؟ عشان مش عارف اتكلم مع حد، محدش فاهمني ولا انا كمان فاهم نفسي. بحلم اعمل حاجات كتير قوي، ما بعملش اي حاجه حتى بعد ما الفلوس دي جت. بصرف وبشتري حاجات حتى لو مش محتاجها، وبرده مش مبسوط. يمكن اصحابي بيبقوا مبسوطين اكتر مني لما بصرف عليهم. طب وليه بتصرف عليهم؟ عشان في الاول هم كان معاهم وانا معيش، فكانوا بيتنططوا عليا ويزنوني. دلوقتي انا بصرف عليهم عشان اتنطط عليهم. ببقى فرحان قوي وانا حاسس انهم طمعانين فيا. انت بجد بني ادم غريب قوي، بس من جواك طيب. ولا حتى دي، انا من جوايا مش طيب. ما تقولش على نفسك كده. انا عارف روحي، مش انا معايا فلوس بس ضايع. بجد عجبني صراحتك. عشان اول مره اتكلم مع حد بصراحه وصرح فعلا باللي جوايا. انا لازم استاذن بقى، شو اتاخرت قوي. بس انا ما لحقتش اتكلم معاكي، ما عزمتكيش على حاجه. لا يا عم، لحسن تقول كمان اللي انا طمعانه فيه. بس الوقفة في الشارع دي شكلها وحش. هو ايه اللي موقفه بيها في الحتة دي؟ ايه في ايه؟ ايه ده يا عماد بقى؟ ده ايه يا عم؟ دي مراتي اللي على قبو الفلوس. يوه، يعني هما بيعملوا ايه؟ ما بيتكلموا يا اخي وخلاص. ايه ده في جديد يا سعيد؟ مش قادر اتقل بس. ايه ايه ممكن نمشي بقى؟ حرام عليك، انا ما صدقت لقيتك.
لو ما مشيتش حالا انا هنزل من العربيه، الوضع كده شكله مش كويس وانا ابتديت اخاف. طيب طيب حاضر. نعم في حاجه؟ مباحث الاداب يا مؤدب، بطاقتك وبطاقه الامور اللي معاك. رايح فين بس يا عماد؟ استنى ايه تاني يا سعيد؟ دي مراتي. مروحك مش هيحل حاجه، ده هيعقد الموضوع اكتر. يا اخي على الاقل تحس ان انا واقف جنبها. يا جدع انا هتصرف وهي حاسه، ما تقلقش الموضوع بسيط صدقني. قلتليش يا سعادة الباشا، ابن حلال مين بقى اللي دلك عليا؟ ولاد الحلال كتير يا عم ثروت، والمصلحة بتاعتنا دي في الإنسانيات وربنا اللي يعلم. خلينا بقى في المهم. تحت أمرك يا سعادة البيه. ما تحبش تكسب خمس ورقات كل حتة بمية؟ محدش يقول لي رزق. لا طبعا، عايزك تسحب لي الخط بتاع سكرتير المحافظ، اعمل منه مكالمة يعني. ده كلام كبير قوي يا سعادة البيه. يا عم ثروت احنا هنخاف من أولها؟ أخاف؟ أخاف إيه؟ ده أنا قلب حديد. لو انت عايز خط الريس اسحبهولك، بس كله بتمنه. هنحتاجه ده بس بعدين. المهم دلوقتي عايزك تسحب لي خط سكرتير المحافظ وتطلب مدير الامن. العادي ولا الساخن؟ هنخش بقى على الساخن. تحت امرك يا سعاده البيه. ايوه يا باشا. يا فندم دي بنت راجل مهم عندنا جدا وبيسندنا في الانتخابات. طبعا. والراجل من صباحيه ربنا، من ساعه ما البنت اتمسكت ما بطلش زن. هي اسمها عزه رجب الدرديري. ايوه يعني اعتبر الموضوع خلص سيادتك. اه طبعا. لا ما هو موضوع تافه، ما كانش ينفع افتحه مع سياده المحافظ او معالي الوزير، قلت يعني خلصه مع سيادتك. على فكره يا فندم، سياده المحافظ بيحب حضرتك جدا ودايما يقول عليك انك راجل وطني ومخلص. يوصل 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 يا فندم. لا متشكرين جدا. طيب اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. مع السلامة. أنا هخليكي تقولي يا ريتك ياما ما جبتيني، أنا بكره قلة الأدب. اتفضل يا فندم. مع الباشا. أنت عزة بنت الحاج رجب الدرديري؟ أيوه حضرتك. إحنا آسفين يا بنتي على اللي حصل. معالي الباشا أنا ماسكها متلبسة. عايز تقول حاجة يا حضرة الظابط؟ معليك. في إيه يا حضرة الظابط؟ سايبين ولاد الكلب مالين الشوارع ورايحين تمسكوا ولاد الناس؟ هو ده اللي انا علمتهولك؟ انا تليفوني ما بطلش يرن من اول مساعد وزير الداخليه لغايه فوق. عارف اخر واحد كان بيكلمني مين؟ تمام عليك. اتفضلي يا بنتي، والده حضرتك مستنياكي بره. استني اعتذر لها يا حضره الضابط. معليك. زي ما قال لك سياده اللواء، اعتذر لها ولا حولك للتحقيق. انا اسف. اتفضلي يا بنتي مع سيادة العميد. اتفضلي. طب وانا حضرتك؟ انت مين؟ انا سعادتك اللي كنت معاها. اه عايزه في حاجة يا حضرة الضابط؟ ايوه معليك. هتعمل بيه ايه؟ اذا كانت البنت اللي معاه مشيت. هو مش سعادتك اخدت البنت اللي انت عايزها؟ ده بقى انا عايزه.